ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. يعني بعد التحية الاحتفالية تضمنت العديد من الاستعراضات وأبرزها استعراض المظلات والطائرات الحربية. كيف ترى تلك الاستعراضات ولا سيما أنها تتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما أنها تضمنت أيضا وأظهرت جاهزية استعداد القوات المسلحة في السلم كما هو في وقت الحرب؟ أهلا وسهلا بحضراتكم بالسادة المشاهدين. والحقيقة الاحتفال النهاردة بالتخرج هو تجاوز الشكل البروتوكولي يمكن لأي قوات مسلحة في أي دولة، وارتفع بالمستوى إلى وجود رسائل رد واضحة جدا، وده ظهر من عدد القوات المشترك وتنوعها. نلاقي قوات جوية وأيضا قوات المظلات وبأعداد كبيرة، وأيضا تزامن دقيق جدا وتوافق في دخول القوات المشتركة في العرض مع القوات الأرضية، وهذا التزامن والتوافق العالي جدا أنا شايف أنه هو يعني واضح تماما أنه نتاج تدريب محترف وتدريب مشترك ما بين هذه القوات وبعضها. فأنا شايف أن دي رسالة تردد واضحة جدا، إضافة إلى العرض الرائع برضو المتوافق مع بعض بشكل قوي قوي. برضو كان كلمات السيد الرئيس واضحة جدا وبتوضح أن ما يدور حاليا في المنطقة من اشتعال عالي جدا لكل نطاق الأمن المباشر لمصر، ده كان أمر غير مسبوق ما حصلش قبل كده، والحمد لله ان احنا داخليا دوله متماسكه ومسيطرين على الحدود، ودي امر مهم لمشروعات التنميه. اللي واضح جدا الحقيقه وبشكل يعني شايف ان هو كان في منتهى الاهميه، وهو توضيح الموضوع اللي بيحصل في غزه وان المخطط ده وراه ايه، وايضا الرسائل المشرفه من الرئيس اللي بيعبر عن إرادة المصريين ان اخراج المدنيين خارج دايره الصراع من كلا الجانبين، ونوضح ايضا الجهود اللي بتقوم بها مصر لايقاف هذا الصراع وادخال المعدات والدعم الانساني. انا شايف ان هي الحقيقه العرض كان يعني تجاوز حدود البروتوكول مره اخرى وادى رسائل مهمه جدا سواء للداخل والخارج. يعني إذا تحدثنا عن الرسائل التي كانت متضمنة لكلمة سيادة الرئيس، فهو أكد على السياسة المصرية وهي سياسة تهدف إلى السلام القائم على العدل، واصفا أي صراع لا يؤول إلى السلام بأنه صراع عبثي. صحيح، يعني إحنا يعني حد مثال، إحنا في 3 أكتوبر أول إحنا الحقيقة حاربنا علشان نحرك المشهد بصوره قويه جدا لاتجاه السلام، وده اللي فسر ايضا ان الرئيس السادات الحقيقه ذهب الى اسرائيل وشرح السلام وفرض السلام واستجابوا. اذا هي كانت حرب من اجل السلام، الحرب لمجرد الحرب والقتل هي طبعا مشهد عبثي هيضر الجميع مش بس اللي في المنطقه، العالم كله. فهي دي نقطه انا شايف انها يعني مشهد في غزه مختلف تماما عن الحرب من اجل السلام. انا شايف انها حرب من اجل اقصاء الاخر وتهجيره. انا بتكلم على الفلسطينيين، وده امر انا شايف انه مش هيحصل. ويمكن انا الحقيقه كان يعني الوضوح الشديد لعدم تهجير الفلسطينيين لاي مكان حتى لو كان سيناء، ده امر مرفوض تماما، وده بيضرب القضيه الفلسطينيه في مأزق. وان احنا عندنا ضيوف في مصر من كل الدول يصل الى 9 مليون، دول ضيوف، لكن ان انا انتقال فلسطينيين من غزه وتفريغ الارض لضرب القضيه الفلسطينيه، ده كده مش هيبقى ضيوف، ده احنا كده بنأذي الفلسطينيين. هي تصفيه، تعد تصفيه للقضيه الفلسطينيه، بيصفوا القضيه لو الكلام ده حصل ان شاء الله ما يحصل. بالفعل. اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.